السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة في أخبار جيدة، الأخبار في العالم كله بخصوص لقاح كوفيد 19. بصراحة الإعلانات اللي جت أخيرا يوم الأربع أمس إدت جرعة دسمة جدا من الأمل والتفاؤل للبشرية كلها اللي اجتاحها هذا الوباء و أخذ أو زهق أرواح أكتر من 1,100,000 شخص، وأصاب أعداد كبيرة جدا، أكتر من يمكن 53 أو 54 مليون شخص مصاب، وجعل المستشفيات مزدحمة بالحالات الشديدة والحالات الحرجة. فجت الإعلانات والأخبار بجرعة جيدة جدا ودسمة جدا من التفاؤل والأمل بأن هذا الوباء إن شاء الله عما قريب مصيره إلى إن إحنا نسيطر عليه ونقضي عليه. إيه هي بقى الأخبار دي؟ الأخبار ديت عن كوفيد، عن لقاح كوفيد 19 المنتظر، والجرعة الدسمة من الأمل جت بإعلان شركة فايزر والشريكة بتاعتها وشركة بايونتيك بأن لقاح بتاعهم، لقاح كوفيد 19 اللي هم بينتجوه، تأثيره أو فاعليته 95%. كان الأول من حوالي أسبوع أو أكتر تحليل النتائج الأولية إدتهم استنتاج بأن اللقاح فعال بنسبة 90%، لكن التحاليل الأخيرة المكتملة والدراسة المكتملة للمعلومات السابقة أدت إلى الاستنتاج بأن اللقاح فعال بنسبة 95%. مش كده وبس، وإنما أيضا أن اللقاح فعاليته متساوية في جميع الفئات، في جميع الأعمار، في جميع الأجناس، وفي الفئات الأكثر خطورة لما يصابوا بالفيروس، الفئات اللي هي زي كبار السن والسكر والحمل، مرضى السكر والحمل والأمراض المزمنة. كل هذه الفئات وكل الأعمار وكل الأجناس من مختلف أنحاء العالم، اللقاح فعال عندهم وبيحمي الإنسان الذي تم تلقيحه من الإصابة بمرض كوفيد 19 بنسبة 95%. يعني ايه؟ يعني لو 100 واحد تم تلقيحهم سوف وتعرضوا للفيروس سوف لا يصاب منهم 95، اما البقية 5% قد تصاب. هذه النتائج مشابهة الى حد كبير من نتائج لقاح موديرنا برضو شركة امريكية. يعني هي امريكا بصراحة يعني هي اللقاحات بتاعتها المباشرة، وربما تكتسح العالم بإنتاج اللقاحات، لأن لحد هذه اللحظة هم اللقاحات بتاعتهم هم اللي ليها نتائج جيدة وواضحة وفعالة ومطمئنة وآمنة. فشركة موديرنا برضو أعلنت إن اللقاح بتاعها فعال بنسبة 94%. شركة فايزر وبايونتيك خلاص هتطلع اللقاح قريب قوي، لدرجة يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين يحصلوا على الموافقة من الجهات الأمريكية اللي هو FDA أو Food and Drug Administration الأمريكية، بأن هم يستخدموا اللقاح يعني استخدام للطوارئ. الطوارئ يعني في الظروف الحالية يستخدموا اللقاح ويكملوا لسه في الدراسات بتاعتهم. فهينتجوا حسب إعلانهم 50 مليون لقاح، 50 مليون لقاح، ده يكفي كام واحد؟ يكفي 25 مليون واحد. ليه؟ لأن اللقاح عشان يكون فعال بيتاخد على جرعتين، جرعة أولى وبعدها بأربع أسابيع الجرعة الثانية، دول الجرعتين، وبعد الجرعة الثانية بأسبوع بتظهر المضادات في دم الإنسان الذي أخذ اللقاح ويصبح عنده مناعة.
الدراسات الجارية سوف تستمر لمدة عامين حتى بعد إنتاج اللقاح. اللقاح قلنا إن الشركات فايزر وباينتك هينتجوا منه خلال هذا الشهر 50 مليون، خلال نوفمبر وديسمبر هيوزعوه بداية على 25 مليون واحد، وفي الغالب طبعا هيكون الأمريكان، بس مش من الشعب وإنما من الفئات الأكثر تعرضا للعدوى، وهم الفرونت لاينرز، الخطوط الأمامية، ممرضات، أطباء شغالين في المجال وما شابههم، والفئات الأكثر خطورة زي كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وأعلنوا إنهم على نص 2021 هينتجوا حوالي 1.3 مليار جرعة، يعني هذا يكفي حوالي 650 ألف شخص، 650 مليون شخص، مش كده ولا ايه؟ بليون، نص مليون بقى، خلاص بلاش نتكلم، نص مليار شخص، تكفي لنص مليار شخص على اساس كل شخص هياخد جرعتين زي ما قلنا. طيب يعني اللي منافس هم الامريكان، بينافسوا بعض، الموديرنا وشركة فايزر. طب ايهما افضل؟ يعني من المعلومات اللي وصلت لينا او التي نشرت، ايهما افضل؟ اولا كل واحدة ليها ميزة عن التانية. شركة فايزر فيها عيب واحد شديد، وهو ان عشان تحفظ اللقاح محتاجين درجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية، ناقص 70 درجة. درجة الحرارة دي مش متوفرة لانها درجة عميقة جدا او شديدة جدا، شديدة الانخفاض، اللي عادة اللي نعرفه وموجود في كتير من المختبرات او اماكن الوير هاوس بتاعت اللقاحات، هي اللي درجة حرارة بتاعته -20 -40، لكن -70 ديت مش موجود إلا في أماكن معينة. بس الشركة فايزر وباينتك قالوا إن إحنا هنعمل شاحنات عندها مقاس أو لوكيتور بيشتغل طبعا عن طريق الجي بي إس زي كده، الخرائط والحاجات دي هيتحط في الشاحنات والطيارات وكده، اللي هتنقل الفاكسين الى موقع اللقاح في اي مكان في العالم. المجسات ديت او المؤشرات ديت هتدي معلومات اين توجد الشاحنة في الوقت ده، ودرجة الحرارة في الشاحنة كام، ويقدروا بالريموت عن طريقهم هناك يظبطوا درجة الحرارة عند هذه الدرجة 70، -70، -70. بس ما زال برضو يعني مشكلة، درجة الحرارة دي منخفضة أو مشكلة، في حين أن اللقاح بتاع موديرنا بيحفظ عند درجة -20 درجة مية، -20 درجة مية، ودي موجودة في كل شاحنات اللقاحات وكل المخازن بتاعت اللقاحات، ما فيهاش مشكلة. لكن في ميزة بقى على في لقاح فايزر وباينتيك على موديرنا، وهو ان الحجم بتاع اللقاح حجمه صغير جدا جدا مقارنة بموديرنا، 30 ميكروغرام تقريبا، مش فاكر الرقم، لكن المهم جرعة صغيرة جدا، وبالتالي انتاجها هيؤدي الى تكلفة اقل من بتاع موديرنا. يعني ممكن لقاح بتاع فايزر يكون سعره أقل من لقاح موديرنا عشان حجم العينة المطلوبة صغير، العينة المطلوبة الفعل. فديت تقريبا الفروق الجوهرية. الاثنين بيستخدموا نفس المبدأ أو نفس الفكرة العلمية، وهي عن طريق استخدام شيء اسمه ميسنجر RNA. الميسنجر RNA ده عبارة عن RNA موجود في الخلية، هما بطريقة ما قدروا يصنعوا هذا الميسنجر RNA من الفيروس وليس الفيروس نفسه، يعني بياخد جزئية من الفيروس، دي ما بتعملش إصابة. الفيروس اللي بيعمل إصابة لازم الفيروس كله، وفي السبايك بروتين، وفي البروتين اللي على السطح، عشان يعدي هذا الفيروس الإنسان لازم يبقى
كله على بعضه، وفي خصوصا البروتين السبايك، لان البروتين السبايك بروتينز ديت هي اللي بتلتصق بالاي سي اي 2 ريسبتورز بالمستقبلات ديت، وهي اللي بتقدر تخلي الفيروس يدخل جوه الخليه. فهم ما استخدموش الفيروس، وانما استخدموا جزئيه جينيه اسمها الميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي في اللقاح بيدخل جسم الانسان، يروح على الخليه يدخلها، ما يروحش بقى على النواه ولا يسيطر على الخليه ولا الحاجات دي، وانما يعمل ايه؟ انما ينتج بروتين مشابه جدا جدا للسبايك بروتين اللي هو الانتيجينيك بروتين بتاع الفيروس. ينتج هذا البروتين ويطلقه في دم المريض، فيحفز المناعه بتاعه الجسم ضد هذا البروتين. هذه المناعه ضد البروتين هي المناعه او المضادات ضد الفيروس، بحيث الانسان بعد كده لو جه اتعرض للفيروس ما يحصلوش مرض كوفيد 19. هو الكلام طبعا في اسئله حوالين هذا الموضوع، يا ترى هو بيمنع الاصابه من اساسها ولا بيمنع المرض؟ هو المؤكد انه بيمنع المرض، انما مش معروف لحد دلوقتي يا ترى هو بيمنع الاصابه ولا لا. لان طبعا لو بيمنع الاصابه ويمنع المرض طبعا يبقى ممتاز جدا. ليه؟ لانه لو هيمنع الاصابه معناها ان مفيش حد هيتعدي ومفيش حد هينقل العدوى، لكن لو انه بيمنع المرض فقط لكن لا يمنع الاصابه، يعني الانسان يصاب بالفيروس بس ما يجيلوش المرض، يبقى اسيمتوماتيك ما يجيلوش المرض، بس في هذه الحاله عيبه ان انا خدت اللقاح اصبت بالفيروس شلت الفيروس ما جاليش المرض، لكن ممكن انقل الفيروس للناس الاخرين، فبالتالي ممكن تتنقل العدوى. لكن هو لو اثبتت الدراسات انه فعلا فيما بعد يعني تثبت الدراسات، لانها جاريه الدراسات جاريه، فيثبتوا انه فعال في انه يمنع الاصابه، هيبقى ممتاز جدا في انه يحقق القضاء التام على الفيروس اللي هو بنتكلم عنه، اللي هو فيروس كورونا المستجد او فيروس اللي بيسبب مرض كوفيد 19. دي نقطة يعني بصراحة ما زالت، وفي أسئلة أخرى كثيرة حوالين هذا اللقاح، ولكن طبعا هل هو بيسبب أعراض جانبية؟ هو زي اللقاح بيسبب أعراض جانبية، بس كلها أعراض جانبية محتملة يعني بسيطة، ومعظمها موضعي مطرح الحقن. امتى السؤال الثاني مثلا، امتى الانسان يبقى عنده هذه المناعه ويكون المضادات ويكون المضادات في جسمه؟ بعد الجرعه الثانيه باسبوع. احنا قلنا جرعه اولى والثانيه بعد الثانيه بعد 4 اسابيع، بعدها باسبوع بيكون الايه المناعه. بعد الجرعة الثانية بأسبوع يكون المناعة ويصبح إنسان يعني محمي ضد الإصابة بكوفيد 19. يعني متهيألي كده الأخبار بصراحة تعطينا أمل كبير قوي في إنه في غضون سنة 2021 ربما نستطيع أن نتخلص من الخوف من الفيروس، لأن هيكون اللقاح ده وصل إلى عدد كبير من الناس حول العالم، وممكن يكون يتحقق به قدر كافي من الوقاية من الفيروس وما يصبحش وباء كما عهدناه في الفترة السابقة. وإن شاء الله نتفائل خير، وبإذن الله كل هذا الحلم والأمل يتحقق، ونشوفكم بكل خير في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.